بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9687. تصحبكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد معاشر الإخوة، فشكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. وفي الحقيقة أن أخي الشيخ صالح أحرجني كثيرًا بتقديمه، فما أنا إلا واحدٌ من طلاب العلم المقصرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. معاشر الإخوة، إن موضوع هذه المحاضرة إلى متى يا أمتي وأمة الإسلام تنتظر من كل فردٍ من أفرادها أن يقدموا لها شيئًا به تنتصر على أعدائها، وبه تقوم حياتها وتكتسب استمرارها. معاشر الإخوة، قد يتساءل البعض: ما الذي حدا بي إلى أن أناجي هذه الأمة؟ فأقول: إن هذه الأمة لها ماضٍ عريق وتاريخٌ مجيد وفتوحاتٌ مشرفة، ولها صولاتٌ وجولات كانت فيها أعلام الكفر منكسة، والكفار حين ذاك كانوا بين خياراتٍ ثلاثة: إما أن يسلموا، وبهذه الحالة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وإما الحرب عليهم حتى يخضعوا لأحكام الإسلام أو يدينوا به. وإن سألتم عن ذلك وجدت أبرز أسبابه، أي إن سألتم عن سبب مجد هذه الأمة وحال أعدائها فيها، وجدنا أن لذلك أسبابًا كثيرة، كان من أبرزها ما يلي: أن هذا الدين يعيش في سويداء القلوب، وتهون لدى الواحد منهم، تهون الروح والمال دونه، بل ويبذل الغالي والنفيس، بل ولسان حاله يقول: كل بذل إذا العقيدة ريعت دون بذل النفوس نزر زهيد. أولئك القوم وصفهم أحد الشعراء بقوله: أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. كم من إنسان يزعم نصر الدين لكنه بعيد بينه وبين نصر الدين بعد ما بين المشرقين. وأولئك القوم كانت أفعالهم شاهدة على أقوالهم، بل كانت الأفعال هي التي تنطق أحيانا. واقرأوا معاشر الإخوة، اقرأوا ماذا حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتروا ذلك جلياً. ولو استرسلت في ذكر النماذج التي هي بحق تسجل بأحرف من نور، لو استرسلت في ذكرها لضاق بنا المقام، لكن آخذ واحداً منها. خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، لما هزم المشركون في بدر أرادوا أن ينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة استطاعوا، فوقع خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا في أيدي الكفار، ليس في المعركة وإنما بعدها بفترة في حادثة مشهورة رواها أصحاب السير.
فلما وقع خبيب أراد مشركو قريش أن ينتقموا من شخص من محمد في شخص خبيب، فتواعدوا يوما من الأيام أن يخرجوا بخبيب إلى حيث الحل إلى التنعيم، يخرجوا به من الحرم، وطلبوا من الجميع أن يخرجوا ليشهدوا مصرعه، فخرجوا بخبيب، وخرج الشيوخ الكبار والصغار والنساء، كل يريد أن يشهد ذلك، فصلبوا خبيبًا رضي الله عنه، فقال لهم: إن شئتم أن تتركوني أصلي لله ركعتين قبل مقتلي فافعلوا، ففكوا وثاقه وقالوا: صل ما بدا لك، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم قال لهم: لولا أني أخشى أن تقولوا إنما أطال الصلاة خشية من القتل لأطلتها، ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وهو القائل رضي الله عنه وأرضاه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فحينئذ قتله أولئك وقطعوه وهو حي حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما وقع أسيرا في حرب الروم قال قيصر لجنوده: إن أمسكتم بأحد أصحاب محمد حيا فأتوني به، فإني لا أعلم أحدا يحبه أصحابه كحب أصحاب محمد لمحمد. فوقع عبد الله بن حذافة في الأسر، ولما وقع أتوا إلى قيصر وقالوا له: وقع أحد أصحاب محمد، فأحضروا له عبد الله، ولما نظر إليه وجده وسيما جسيما، قال: إني عارض عليك أمرا، فإن أجبتني إلى ما أردت أشركتك في ملكي. قال: وما ذاك؟ قال: تترك دين محمد وأشركك في ملكي. قال: والله لو أعطيتني ما ملكت وما ملكت العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته. فقال قيصر: اصلبوه على جذع. فصلبوه، قال لقناصته: ارموا من فوقه وعن يمينه وعن شماله. فبدأوا بالرمي، ثم أتوا به وعرضوا عليه أن يتنصر فأبى. قال قيصر: أحضروا قدرا عظيمة واملأوها بالزيت وأشعلوا تحتها النار، وأحضروا اثنين من أسار المسلمين. ففعلوا، ولما غلت القدر بالزيت قالوا: أتترك دين محمد؟ قال: لو أعطيتموني ما ملكتم وما ملكت العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته. قال: ألقوا هذين الأسيرين أمامه. فألقوهما في القدر وهي تغلي بما فيها. يقول عبد الله: فوالله إني لأنظر إليهما ولحم الواحد منهما ينهري عن عظامه. ثم قالوا: أترجع عن دين محمد؟ فأبى. قال قيصر: ألقوه في هذه القدر. ولما ذهبوا ليلقوه وقرب من القدر بكى رضي الله عنه وأرضاه، فرجعوا به وقالوا لقيصر إنه بكى. قال: أتترك دين محمد؟ قال: والله لو أعطيتموني ما ملكتم وما ملكت العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته. قال: ويحك، فما الذي أبكاك؟ قال: لم أبك خوفا من قدركم هذه، وإنما قلت: هذه نفس واحدة تلقى في هذا القدر في سبيل الله، ووالله وددت لو أن لي بعدد شعرات جسمي أنفس كلها تلقى في هذا القدر في سبيل الله. أرأيتم معاشر الإخوة
كيف الصمود والتضحية بالجهد والجهيد والنفس والمال من أجل الدين. حقاً أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجاناً. ليسأل إنسان بما بلغ هؤلاء هذه المنزلة، وجدوا حلاوة الإيمان واستلذوا بها، تحققت فيهم تلك الخصال، إذ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: بعد أن أنقذه الله منه. معاشر المسلمين، لا أبالغ إذا قلت إن البيت عند أسلافنا كله يعيش هم الإسلام، صغيره وكبيره، ذكره وأنثاه. أتعلمون ما هي وصية الزوجة لزوجها إذا خرج؟ أن تقول له: يا فلان، اتق الله فينا ولا تأكل حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وإن عاد للبيت مهموما قالت له: ما بك يا فلان، أمات أحد من المسلمين بالصين؟ والكلام يكون بالحجاز، بل إن الصغار عاشوا هذا الهم، وأصبح هم الواحد منهم أن يقدم وهو صغير، أن يقدم نفسه فداء لدينه. وما قصة عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه عنا ببعيد، حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة من الغزوات، فخرج عمير، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يستعرض المقاتلة، فنظر إليهم وإذا عمير وعمره أقل من العاشرة، ولا عجب في هذا، فنظر إليه فصعد النظر فيه وصوبه، فلما رآه عمير ينظر إليه وقف على أطراف قدميه ليبدو ممشوق القامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده. ولما رده ماذا فعل؟ لما رده وهو صغير بكى رضي الله عنه وأرضاه، لما رآه صلى الله عليه وسلم يبكي رق لبكائه فأجازه في المقاتلة. يقول أخوه سعد بن أبي وقاص: فعقدت له حمائل سيفه، عقدت له حمائل سيفه، فدخل تلك المعركة وامتشق سيفه وجالد وأبلى بلاء حسنا حتى قتل. لنتساءل معاشر الإخوة: ما الذي جعل هذا الصغير الذي سنه في هذا الزمن نعلم ماذا يعمل وما هي اهتماماته إلا من رحم الله، ما الذي جعله يغضب بل ويبكي إذ يمنع من الدخول إلى المعركة وهو يرى الدماء والأشلاء تتطاير؟ لا شك أنه هم الإسلام الذي يعيشه البيت أجمع. إذن معاشر الإخوة، عاش البيت هم الإسلام ابتداء من الرجال ومرورا بالنساء وانتهاء بالأطفال، حتى إن أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها يقول صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا وهي تجالد دوني. الأمر الثاني أو السبب الثاني هو عقيدة الولاء والبراء. كان أحدهم يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. كان الواحد منهم يرفض أخاه، بل يمنع أباه ويحتقره إذا رأى أن دينه يخالف دينه. وما قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عنا ببعيد، لما قال أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقف ولده على باب المدينة ومعه السيف، قال: والله لا تدخلها حتى تقول محمد الأعز وأنا الأذل. ثم يأتي ولده إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فاجعلني أنا، لأني أخشى أن يقتله أحد فأراه فأقتله فأقتل مسلما بكافر. فكانت عقيدة الولاء والبراء يعيشها هؤلاء في قلوبهم تحملهم على التخلي عن كثير من الأمور المحبوبة للنفوس. بل إن أسماء رضي الله عنها تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة، تقول: قدمت علي أمي وهي راغبة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. لما أن الإذن صدر لها حينئذ أقدمت على وصل أمها. إنها عقيدة الولاء والبراء التي تعيش داخل القلوب. ولا أريد أن أقارن بالحال الراهنة عند البعض، فستأتي نداءات إلى الأمة. الأمر الثالث هو الصدق والإخلاص الذي يجعل الواحد منهم لا يرغب من أحد أن يطلع على عمل. ولذلك قصة عجيبة روتها كتب التاريخ والسير: مسلمة بن عبد الملك حاصر حصنا من الحصون بداخله كفار متترسون، فكان الحصن منيعا، فأتى حينئذ مسلمة إلى جنده قال: من يدخل هذا الحصن مع هذا النقب؟ فتحة كانت في جدار الحصن. فانتدب رجل منقب ونزل مع هذا النقب وفتح لهم أبواب الحصن. ومن المعلوم أن الداخل إلى الحصن مفقود والخارج منه مولود، ففتح للجند ثم دخلوا وغنموا وأسروا وانتصروا. ولما جلس مسلمة مع جنده بعد الانتصار قال: أين أنت يا صاحب النقب؟ فسكت القوم. قال: أين أنت يا صاحب النقب؟ فسكت القوم. قال: أقسمت بالله عليك يا صاحب النقب لتأتيني في أي ساعة من ليل أو نهار. ولما كان في الليل إذا بصاحب النقب يبر قسم مسلمة، وإذا به يأتي إليه في خيمته وهو ملثم أيضا. قال له: أنت صاحب النقب؟ قال: هو يشترط ثلاثة شروط من أجل أن يخبركم من هو. قال: وما ذاك؟ قال: الأول ألا تسألوه عن اسمه واسم أبيه، والثاني ألا تأمروا له بعطاء، والثالث ألا تسودوا اسمه إلى الخليفة. قال: قبلنا. قال: أنا هو. فكان من دعاء مسلمة أنه كان يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. الأمر الرابع هو الوقوف عند حدود الله، بل والصور في هذا كثيرة وكثيرة جدا. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج، فأتى له هذا الغلام بطعام فأكل أبو بكر منه، فلما أكل قال: أتدري ما الذي أكل؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية إلا أني لا أحسن الكهانة، لكني خدعته. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده، أدخلها في فمه فقاء كل شيء في بطنه. معاشر الإخوة، ومن صفاتهم أيضا العزة التي لا تعرف الخنوع ولا الذل المهين. ولذلك حالة واحدة تدلنا على العزة عند أولئك الأسلاف. ربعي بن عامر رضي الله عنه يذهب إلى رستم ويدخل على رستم على فرسه ويطأ الفرش في طريقه، ولما وصل إلى أول النمارق المعدة إذا به ينزل عن فرسه ويخرق واحدة من النمارق ويربط فرسه فيها، ثم ينزل يتوكأ على سيفه وما مر على فراش إلا خرقه. فلما وصل إلى رستم وحوله جنوده جلس بالأرض ولم يجلس على ما أعد من الزينة، فصاح به من حوله: ألا تجلس هنا؟ قال: إنا لا نحب القعود على زينتكم.
قال رستم: ماذا جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال: أمهلني حتى أرى رأيي. قال: المهلة عندنا ثلاث: إما أن تسلم وندعك، أو تدفع الجزية، وإلا فالحرب بيننا وبينك بعد الثلاث. معاشر المسلمين، ومن صفاتهم أيضا الثبات على دين الله، وحادثة واحدة تدلنا على مدى ذلك: بلال رضي الله عنه يمتحن من أجل دينه، ويعذب ويكون تحت الصخرة الصماء وفوق الأرض وهي شديدة الحرارة، ومع ذلك يقول أحد أحد. ولما قيل له في ذلك قال: لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم من أحد لقلتها. وكذا سمية أم عمار وعمار بن ياسر وأبوه، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فيقول: صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. طالما أن الموعد هو الجنة، فإنما يبذله الإنسان يعتبر نذر يسير. معاشر المسلمين، إن أولئك الأبطال بنوا مجد هذه الأمة، وسطروا تلك الصفحات الوضيئة بأحرف من نور، حتى قال قائلهم: ملكنا هذه الدنيا القرونا، وأخضعها جدود خالدونا، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات، غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبينا. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا، فما نغضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدقون المعاقل والحصونا، وإن جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وقد دانوا بأعظمهم نضالا وعلما لا بأجرائهم عيونا، إلى آخر ما قال. يرثي أو يذكر واقع هذه الأمة وكيف حال أسلافها. أتوقف عند قوله: وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. وقفت عند هذا البيت وأنا يقع في يدي قصاصة من قصاصات الصحف في مجلة من المجلات التي تعنى بشؤون الأطفال. هذه المجلة نجد دروساً من أجل أن يتخذ هؤلاء الشباب يتخذ الأغاني مائعات فتحطم أخلاقهم. ولذلك نشر في مجلة الشبل الصغير كما يسمونها
وشخص أو غلام صغير ومعه آلة عزف يعزف بها، بل معه عود الذي يغنى بواسطته أو عليه، ويقول في سؤال مهم جدا كما يزعمون: ما اسم هذه الأداة التي يعزف بها هذا الشبل؟ ثم يأتي بنوع آخر، وهكذا. كل هذا من وسائل الأعداء التي بموجبها تترك الأمة ماضيها وتتخلى عما كان عليه أسلافها. معاشر المسلمين، هذا هو حال الأمة الإسلامية في سالف عهدها وعزها وعزة مجدها. لكن كم عدد الأمة الإسلامية اليوم؟ كم عدد الأمة الإسلامية اليوم؟ إن عددها أكثر من 1,000,000,000، لكن كما قال القائل: هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. شعب بغير عقيدة، ورق تذريه الرياح. من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. معاشر الإخوة، إن حال الأمة الإسلامية اليوم هي لا تشكو من قلة عدد، ولا تشكو أيضا من كثرة عدد، لكن أعداء الإسلام عملوا فيها وسبروا غورها، وعرفوا مواطن قوتها وسبب انتصار أسلافها، فعملوا على ضرب مواطن القوة فيها، ورماها الأعداء عن قوس واحدة، حتى أصبحت هذه الأمة تئن من جراحها. معاشر الإخوة، إن أمة الإسلام اليوم أصبحت أشلاء، وبقي ومن سلم من هذه الأشلاء فإنه يوشك أن تقضي عليه الجراح. ولذلك أحداث هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى بات لا يسمع الإنسان عبر الأخبار أو ينقل عبر الكتابات إلا مآسي للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى باتت أخبار المسلمين تملأ إذاعات الأعداء، وما سمعنا أن كافراً من الكفار حصل عليه ما حصل، بل لو حصل على واحد من هؤلاء لتداعت له أمة الكفر كلها وأمة الإسلام أولى بأن تشتكي لشكوى بعض جسدها. يقول أحد الشعراء مصوراً هذا الواقع: حدث وربك فتت الأكبادا، والصرب في بلدي طغى وتمادى، والكفر أجناس توحد ضدنا، والمسلمون تفرقوا آحادا. جمع الصليب شتاته وعتاده، وأتى يجر وراءه الأعداد، والمسلمون أراهم كشويهة تشكو إلى جزارها الجلادا. فالشيخ قد قتل البنون أمامه، وسقوه كأس الحزن والإجهادا، والأم تبكي قد أصيب صغيرها، واليوم قد فجعوا بها الأولادا، والغادة الحسناء قد قيدت إلى فعل الحرام تفاخرا وعنادا، والغادة الحسناء قد قيدت إلى فعل الحرام تفاخرا وعنادا. فالكفر يعلن حربه وعداءه، وسلاحه لا يعرف الإغمادا. طمعوا بنا لما تبين ضعفنا، وكذا الخلود وكذا الخضوع يرافق الإخلادا، وكذا الخضوع يرافق الإخلادا. أخلدتم يا قوم للأرض التي قد أترعت من ساكن إفسادا، فتبلدت أذهانكم وتحولت عنكم سيادة عالم قد سادا. تصبون للأمم المشتت شملها، وتطالبون المجلس الإمدادا، وهي التي أردتكم بسلاحها وقرارها لقتالكم قد حادا. سخرت بكم لما تسابقتم إلى
تطبيق ما قد قررته سدادا. آه على مجد بنته جماجم عشقت ظهور الخيل والإنشادا. فنشيدهم لبيك يا مستنصرا الله أكبر تدحض الإلحادا. مهلا أيا أعدائنا قد أشرقت شمس الضحى وجليدكم قد مادا. قد أروت الأرض الدماء فأنبتت شوكا فهاتوا عدة وعتادا. فلسوف تلقون الحياة مريرة نبح الكلاب سيوقظ الآسادا. معاشر المسلمين، إن أعداء الإسلام اليوم رموا أمة الإسلام عن قوس واحدة. ولذلك معاشر المسلمين، نحن أود أن أخاطب هذه الأمة العريقة بها. أقول معاشر المسلمين، إلى متى والكثير من أمة الإسلام يعتني بالمظهر ويترك الجوهر؟ فمثلاً قد يسمع الواحد منا يسمع خطيباً مصقعاً أو يسمع محاضراً عبر شريطٍ أو غيره، فيتعجب لحسن البيان وسلامة اللغة وغير ذلك، وربما انتقده لغيابها، لكنه قد يمر على المضمون مر الكرام لا يحرك منه ساكنا. نسمع مثلا، نسمع أن كثيرا من الناس قد بدأوا يتذوقون حتى من خلال السمع. ولذلك تجد السؤال أول ما يتبادر حينما تسمع شريطا من الأشرطة، هل هو خال من المحسنات الصوتية؟ فحينئذ يكون هذا عيبا وننسى ما بداخله. يسمع الناس إلى قارئ جيد فيتعجب من حسن الصوت وينسوا أنه يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى التي تنادي هؤلاء المؤمنين، تناديهم لفعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك معاشر الإخوة، ينبغي أن نعتني بالجوهر وأن ننظر بما فيه وأن نحرص على الاستفادة، فإن تيسرت الأمور الأخرى فذلك خير وبركة. أما أن نأخذها ونترك المضمون فلا شك أن هذه مخالفة وقع فيها كثير من أمة الإسلام. وإلى متى يا أمة الإسلام أيضا ونحن لا ندري من المخاطب؟ إلى متى ونحن لا ندري من المخاطب؟ الشاعر يلقي قصيدة وكلماتها معبرة ورصينة، فنعجب بكلمات هذه القصيدة أو بإلقائها ونترك مضمونها. الشاعر يخاطب الأمة والأمة تسمع وكأن المخاطب غيرها. ولذلك كثير من شباب الإسلام، كثير منهم يردد بعض هذه القصائد وغيرها، وهي التي تنادي الشباب إلى العودة إلى دين الله والتمسك بالفضائل، وحينئذ يؤخذ منها كلماتها أو ما فيها من الصوت الحسن ولا تؤثر. إذن لا الذي قالها شعر أنه معني بها، ولا الذي سمع شعر أنه معني بها، وتلك مصيبة أن تذهب تلك المعاني الجميلة ولا أحد يشعر بمخاطبتها له. أمر آخر ينبغي أيضا أن نقول لأمة الإسلام، إلى متى والبعض لا يعيش قضية الإسلام والمسلمين التي تكالب الأعداء على هذه الأمة ورموها عن قوس واحدة؟ إن هناك من المسلمين من لقضايا المسلمين سنوات طويلة، ونجد أنه لم يعش هذه القضايا يوما واحدا، فلم يتذكر هموم الأمة. ولو أن هذه الهموم حلت في سويداء قلوبنا، لأن أمة الإسلام كالجسد الواحد، لما وجدنا من شباب المسلمين من يذرف الدمعة حينما يهزم فريقه المفضل في مباراة، ولما وجدنا من يمتلئ فرحاً ويضحك بملء فيه ويصدر حركات غريبة إذا انتصر فريقه أيضا، أو غير ذلك من الأمور. ولو عقلنا
وتدبرنا جيدا لسألنا أولئك أين هذه الدمعة وأين تلك الحناجر التي بُحَّت حينما يحصل أن فريقا من الفرق الرياضية يهزم، أينها حينما يسوق الجلاد المسلمين وتنتهك أعراضهم؟ فلو أيضا كان هم الإسلام داخل سويداء القلوب لما وجدنا أعدادا غفيرة من شباب هذه الأمة، بل وربما من نسائها، يتركون الدراسة وراءهم ظهريا يوما من الأيام من أجل أن ينعموا على حد زعمهم بمشاهدة مباراة تنقل حيا على الهواء، وتترك الدروس وفيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه الإسلام. هذه تضحية مريرة أن يربى عليها شباب الأمة، ولذلك مسؤولية الآباء عظيمة، بل ومسؤولية المدرسين عظيمة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمر آخر، إلى متى يا أمة الإسلام الإعجاب بأعداء الإسلام وقد اتضحت مقاصدهم لمن كان لديه شك؟ وأما بالنسبة للبيب الفطن فقد عرف ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. فإلى متى يغرم بهم بعض الناس؟ وأسألكم بالله، هل قمنا بما يجب علينا تجاه إخواننا المسلمين؟ اسمعوا هذه المآسي وحينئذ آتي إلى ما عند البعض. فانظروا إلى حال المسلمين، المسلمون في يوغوسلافيا يسامون سوء العذاب، والمسلمون في فلسطين على أيدي إخوة القردة والخنازير يسامون قتلاً وتشريداً وانتهاك أعراض، والمسلمون في لبنان، بل والمسلمون أيضاً في كشمير، والمسلمون في بورما، والمسلمون أيضاً في مناطق كثيرة من العالم، كلهم يحصل لهم ما يحصل. وآخر ما حصل أن هدم مسجد للمسلمين، بل ربما على رؤوس المصلين في الهند هدمه أولئك الكفرة الفجرة، حتى أضحى المسلم يتساءل عن أخبار المسلمين، هل ازدادت أم أنها على حالها؟ ففي كل قطر لنا جراح. وما أحسن ما قال في هذه المناسبة بمناسبة هدم المسجد البابري في الهند، ما قاله الدكتور عبد الرحمن العشماوي وفقنا الله وإياه لكل خير، إذ أنه أرسل صرخة من ذلك المكان حيث يقول: عبثاً دعوت وصحت يا أحرار، عبثاً لأن قلوبكم أحجار، عبثاً لأن عيونكم مسمولة بالوهم تظلم عندها الأنوار، عبثاً لأن شؤونكم يا قومنا في الغرب يفتل حبلها وتدار، ولأنكم خشب مسندة فما تدرون ماذا يصنع المنشار، ولأن غاية ما تريد نفوسكم ألا يفارق عرشه الدولار. أما سقوط البابري فحالة مألوفة تجري بها الأقدار، هذه شؤون الهند ليس لنا بها شأن وما للمسلمين خيار. يا ويحكم يا مسلمون مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار، ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار، سكن الأذان فما سمعت مؤذني تزكو بروعة صوته الأسحار. يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تثار، يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تثار، أنكرتم الفعل الشنيع بقولكم شكرا لكم لن ينفع الإنكار، شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار، وعلى تعاطفكم فتلك مزية فيكم تصاغ لمدحها الأشعار. أما أنا فلقد رويت حكايتي
بشهادةٍ أدلت بها الآثارُ: أنا مسجدٌ لله مرَّ بساحتي دهرٌ طويلٌ وانطوَت أعمارُ. كم زارني التاريخُ زورةَ عاشقٍ، ولكم تجمَّع عندي الأبرارُ. بالأمس تمتلئُ القلوبُ مهابةً مني، وتشرحُ القرآنُ بين جوانحي، فجوانحي بهدى الكتاب تنارُ، وتثير إعجاب السحاب مآذني، وتحيطني بحنانها الأسوارُ. كم جاء من يأوي إلي فضمَّه صدري الحنون وزالت الأخطارُ. واليوم تهدمني معاولُ غادرٍ، ويميتني رشاشُه المهذارُ. واليوم تطلبني العيون فما ترى إلا الركام يطير منه غبار. هجموا علي وفي القلوب ضغائن مثل الكلاب أصابهن سعار. أصبحت موطئ من يمر ولم تكن بالأمس تبلغ هامة الأنظار. كم مسجد غيري أبيح وقاره، ولكم أبيح من الشيوخ وقار. ولكم مطرنا بالرصاص لأننا مستضعفون وما لنا أنصار. قد أهدرت منا الدماء، وإنما يحمي الدماء الصارم البتار. يا ويحكم يا مسلمون نساؤنا يسألن عنكم والدموع غزار. هذه تساق إلى سراديب الهوى سوقا، وتلك يقودها الجزار. لو أن سائحة من الغرب اشتكت، لو أن سائحة من الغرب اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار. هذه تساق إلى سراديب الهوى سوقا، وتلك يقودها الجزار. لو أن سائحة من الغرب اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار. أما الصغار فلا تسل عن حالهم، مرض وقوف قاتل وحصار. والجوع يصنع ما يشاء، فما لهم زاد وما ودمع عيونهم مدرار. يأتي الشتاء فما يصد بمنزل يؤوي، فكيف تصده الأطمار. يا ويحكم يا مسلمون حروفكم زيف تحاك بخيطه الأفكار. وعقولكم مسروقة من حرزها، وخيولكم يشقى بها المضمار. يا ويحكم تنسون أن الضعف في وجه العدو مذلة وصغار. هذه هي البلقان يحرق ثوبها عمدا، ويهتك عرضها الأشرار. تبكي وأنتم تشربون دموعها، وعن الحقائق زاغت الأبصار. هذا هو الأقصى يهود جهرة، وببؤسه تتحدث الأخبار. هذا هو الصومال يطحنه الأسى، وجموعكم يا مسلمون نثار. ملياركم لا خير فيه، كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ما جرأ الهندوس إلا صمتكم، ولكم يظل بصمته المغوار. إني أقول وفي ركامي جمرة منها ستعصف بالجنات النار. خابت سياسة أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. معاشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن ينظر الواقع من الأعداء، وأن ينظر واقعه. وأنا أتساءل، من بهذه المناسبة التي بها يجهز الكفار على المسلمين، من من أصحاب العمالة قام لله وصدق مع الله وسرح أولئك سراحا غير جميل، وتركهم يذهبون لتشقى بهم بلادهم، لما أن يطلب جمع للتبرعات إلى تلك البلاد
والمسلمين فيها يتبادر البعض ويدفع من جيبه مبلغا من المال قل أم كثر، لكن ينسى أو يتناسى أنه صاحب قرار في ماله يستطيع أن يصدره من الآن أن يرجع أولئك إلى بلادهم. من هو الذي قدم هذه المساعدة؟ لكننا نأخذ من كسب هؤلاء وندفع إلى أولئك، وهؤلاء يأخذون المرتبات من المسلمين ويدفعوها إلى قومهم من أجل أن يشتروا بها ما به يحرق جثث المسلمين وبيوتهم. إذن معاشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن يكون صادقاً مع الله تعالى. من هو الذي تجرأ أن يقول أن هؤلاء أنا أقدم مساعدة كبيرة؟ بل نعلم أنه في مناطق كثيرة من العالم المسجد يهدم على رؤوس المصلين، وبعض العمالة من هذه الفئة من الهندوس يقيمون الاحتفالات بهذه المناسبة، والنصارى الآن. هنا انتصف الشريط. من المسلمين ويدفعوها إلى قومهم من أجل أن يشتروا بها ما به يحرق جثث المسلمين وبيوتهم. إذن معاشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن يكون صادقا مع الله تعالى. من هو الذي تجرأ أن يقول أن هؤلاء أنا أقدم مساعدة كبيرة؟ بل نعلم أنه في مناطق كثيرة من العالم المسجد يهدم على رؤوس المصلين، وبعض العمالة من هذه الفئة من الهندوس يقيمون الاحتفالات بهذه المناسبة، والنصارى الآن يستعدون لإقامة عيد السنة الميلادية، وفرحاً واستبشاراً بما يحصل من إخوانهم النصارى للمسلمين. إذن معاشر المسلمين، ينبغي أن تقول هذه الأمة، ينبغي أن تنطق أفعال هذه الأمة، وأن تكون جسداً واحداً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أوصلها إلى درجة الغثاء إلا أنها أصبحت الأفعال عند البعض مخالفة للأقوال، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وانظروا إلى ما قذف من الوهن في قلوب المسلمين الآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن معاشر الإخوة، هذه الأمة لها تاريخ مجيد، ولا بد أن يسند القول فعل، لا بد أن يكون الإنسان صادقا فيما يأتي وما يذر، وحينئذ تعود لهذه الأمة سيادتها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. معاشر المسلمين، إلى متى وكثير من المسلمين ما دام أن هذه حال الأعداء يأذن لما يفرزه الأعداء أن يلج بيته مفتحة له الأبواب؟ وليسأل الإنسان نفسه في هذه الأزمنة. كان الحديث منذ فترة عن البث المباشر وأجهزته، ويأتي بعض الناس ويدفع المبلغ الطائل من أجل أن يحصل عليه. عجبا لهذا الأمر، والله إن حلم الله وسيع، ولذلك أن حلم الله واسع، ولذلك بعض المسلمين يقر قراره من أجل أن يرى بثا رخيصا في دول الكفر والضلال، وربما رأى الجريمة المكشوفة، وفي تلك اللحظة ربما أن السيف مصوب على رؤوس المسلمين ورقابهم، وربما أن بعض المسلمين أن بعض المسلمات ينتهك عرضها في تلك الساعة. فكيف يقر للمسلم قرار أمام هذه الأشياء؟ أما إنه إن كان صدقا فليحكم الإنسان عليها بالخروج من بيته إلى غير رجعة. فوالله لأن تتربى الناشئة على هذا الغثاء
إنها كارثة عظيمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. مسألة أخرى أيضا، إلى متى ونحن نرى في أمة الإسلام بوادر الفرقة؟ إلى متى ونحن نرى في أمة الإسلام بوادر الفرقة عن طريق التحزب المقيت الذي يوقد جذوته حسد يأكل القلوب، وغل يداخلها، وهوى يصاحبه أيضا، بل ربما أن ناره تذكى من الأعداء. ولذلك نجد أن البعض قد انشغل بالبعض، وأصبح العدو يرقب ذلك بمنظار من مكان بعيد. بل إن هذا التناحر وهذه الفرقة جرأت السفهاء ممن لم يتذوقوا طعم العلم الشرعي إلى أن يتحدثوا ويتكلموا، وربما طعنوا في علماء أجلاء لهم مكانتهم. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فتلك مصيبة عظيمة. ولذلك نجد أن هؤلاء يسخرون من الدعاة الناصحين والعلماء المخلصين، سخر الله منهم. معاشر الإخوة، إن أمة الإسلام لا بد أن يقدم كل فرد من أفرادها، لا بد أن يقدم ما يستطيع. أما أن يجلس الإنسان يتفرج ولا يستطيع أن يقدم شيئا، فمن هو هذا الذي حكم على نفسه أنه لا يستطيع أن يقدم شيئا البتة؟ فإذا كنت قد استقمت على طاعة الله بقيت مسؤولية الدعوة إلى هذه الطاعة، وإذا ابتليت بشيء من هذه المخالفات السابقة فأعلنها صريحة، واصدق مع الله سبحانه وتعالى وتخلص منها، ولا تقل إن الأمة ليست بحاجة إلى مساهماتي. أعجبني جهد كثير من الإخوة، فبعض الناس يحاول أن يصنع شيئا إذا أمكن ذلك. ولذلك الآن البعض قد ينظر إلى بعض المشاركات على أنها بسيطة، فمثلا معلوم هدف أعداء الإسلام أنهم يريدون أن يجلبوا على المسلمين بكل محرم، حتى كما يقول القائل تتكاثر الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. ولذلك الكل يعلم حرمة الغنى، لذلك أعداء الإسلام يحاولون جاهدين أن يعمموا الموسيقى والغنى في كل بقعة وربع. لما؟ من أجل أن يألفه هذا الصغير. ولذلك انظروا إليه معاشر الإخوة، انظروا إلى هذا عبر أشياء كثيرة جدا. ترفع جرس سماعة الهاتف يوما من الأيام فيقول لك الإنسان انتظر، فتنطلق الموسيقى من جراء الهاتف. هل حدثت نفسك أنه إذا كلمك ذلك الشخص أن تقول اتق الله فأسمعتني ما كان محرما وهذا لا يجوز لك، ثم بعد ذلك تقدم له هذه الدعوة إلى ترك ذلك العمل؟ أيضا مسألة أخرى بالنسبة للموسيقى، انظر إلى آلة تعويد الأطفال الصغار على المشي، فيها قرص يدار ثم تنطلق الموسيقى الصارخة الغربية منها. بل إن الأمر بلغ أعظم من ذلك، فبلغ نوع من الكؤوس التي يشرب بها الأطفال أن يكون بأسفلها قرص للموسيقى، فإذا أمالها الطفل إلى فمه انطلقت الموسيقى، وملعقة أيضا يأكل بها الأطفال، وهكذا. قدم شيئا حينما إذا أردت أو ذهبت تشتري شيئا من هذه الأشياء من محل يوجد فيه مثل ذلك، قدم لصاحب المحل دعوة صادقة وكن مشاركا. الصور أيضا، نحن نعلم حكم التصوير من غير ضرورة أنه محرم، ولذلك انظروا إلى انتشارها في كل شيء، حتى في المعلبات والكرتون وغير ذلك، فأصبحت تأتي مع السيارات. أعجبني أحد الإخوة جزاه الله خير، يعني افتتح محلا وقال جميع المبيعات بدون صور، أنا أعتبر هذه مساهمة. أيضا انظر إلى حال تلك المحلات، محلات الحلاقة التي تعج بالمخالفات ابتداء من حلق اللحى وغيرها. يأتي إنسان ويقول أنا أفتح محل من هذا النوع، لكن أقول إن حلق اللحى محرم ولا يمكن أن أقدم على ذلك. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يقدم ما يستطيع، ولا تكلف ما لا تستطيع. يوم أن ينتدب نفسه كل واحد من هذه الأمة إلى أن يقدم شيئا، فسيتقدم لهذه الأمة خير كثير.
وبالتالي نجد أن الأعداء يقفون مشدوهين أمام هؤلاء. أما أن يكون الأعداء يرمون بثقلهم في المخالفات ثم يصبح لدى الأمة انفصام في الشخصية وفرق شاسع بين القول والعمل، فإن هذا هو الذي أوصل هذه الأمة إلى درجة الغثاء. فعليك أخي المسلم ألا تقول أنا من أنا، أنت نعم من أنت، وأنت مخاطب بأن تقدم شيئا لدينك، وابدأ من حيث تستطيع، ابدأ من البيت. فإذا صلح البيت فهذه أسرة كاملة لبنة تضاف إلى المجتمع، ثم بعد ذلك يستعيد المجتمع ريادته وسيادته، حتى قال القائل: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ نجد أن أمة الإسلام بحاجة إلى كل هذه المشاركات. أيها الإخوة، لا أقول هذا الكلام المتقدم في المناجاة لأمة الإسلام، لا أقوله يأساً، معاذ الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ويعجبه الفأل الحسن، لكن هذا من باب تشخيص الداء حتى يصف الإنسان الدواء. وإذا أنا عرفنا الداء وعرفنا الدواء ثم تناولنا ذلك الدواء فإن الشفاء يتحقق بإذن الله، ويومئذ نرجع إلى الخيارات الثلاثة التي كانت أمة الكفر مخيرة بينها حينما كانت في سالف الزمان: إما أن يسلم هؤلاء، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن تقام الحرب بينهم وبين المسلمين. أسأل الله أن يصلح شأن أمة الإسلام، وبعد الأذان تكمل الفائدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن الأسئلة كثيرة، والإخوة قد أخذوا علي الاختصار ليتم عرض أكبر قدر منها، أسأل الله أن يكون ذلك. هذا يقول أحد الإخوة: يقول والله ثم والله الذي لا إله غيره أنني سمعت من أحد قضاة إحدى القرى الغربية يقول: ورأيت بعيني تلك الورقات والنشرات التي توزع بين الهندوس، وبعضهم يوزع الحلوى والبيبسي وغيرها على أصحابه وعلى المسلمين بمثابة أو بمناسبة هدم المسجد البابري. أقول بالنسبة للأخ: هذا ليس بمستغرب، وقد حصل فعلا في أمكنة كثيرة، لكن هؤلاء هذا فرحهم، فما هو مقدار حزننا نحن؟ نجد أن البعض يتصور أنها مسألة هدم مسجد فقط، ولا يتصور الصراع بين الإسلام والكفر، وأن المسجد يهدم على رؤوس المصلين. فأقول: لا غرابة أن يفرحوا، لكن والله العجيب في الأمر أن يعلم عن حال هؤلاء ولا يؤدبوا. والذي يملك القرار أيضا عليه أن يبادر بأن
بأن يسرح هؤلاء سراحا غير جميل، لنثبت معاشر الإخوة أننا نغار على ديننا، وإلا تصبح كلمة الغيرة تصبح حقيقة، كل شيء دائر بين الصورة والحقيقة، فإن أدى إلى عمل صحيح جاد فإنه حقيقة. الغيرة الآن إذا أدت بك غيرتك إلى أن تقدم شيئا للمسلمين، ولو أن تلغي عقد عامل من هؤلاء العمال الكفرة، فإن هذه إيجابية والغيرة صحيحة. أما أن تدعي الغيرة وأنت تأخذ من كسب هؤلاء وتنفق على أولادك وتمنحهم الأموال ليرسلوا إلى أهلهم يقتلوا المسلمين، فهذا عجب. أيضا لا يكفي من ذلك الأخ الذي قلت أنت أنه من أحد القضاة أنه رأى ذلك ويسكت عليه، فعليه أن يعمل ما يستطيعه تجاه تأديب هؤلاء ليعلموا أن المسلمين يغارون على دينهم، أو أن يحدث كفيلهم بينه وبينه ويطلب منه أن يرجع هؤلاء إلى بلادهم. هذه يقول شركة إعلانات تدعو في إعلاناتها للفن والدخان، ويقول نحن نعلن في شركات إعلان تدعو في إعلاناتها للفن والدخان، ونشتري من محلات تبيع الصور والملابس التي تحوي الملابس المحرمة، ونشتري من البقالة التي تبيع الدخان والجرائد والمجلات الخليعة والتي تدعو للرذيلة، ونستقدم العمالة الكافرة وأخواتها أو إخواننا يهاجرون ولا نؤويهم إلى آخره. أين نحن من هذه التصرفات؟ أن تخاطب بها أنت وأمثالك. ولذلك إذا دخلت إلى مكان بقالة مثلا تبيع الدخان، ما يعني هذا أنك تضع رأسك أو تطأطأ رأسك في الأرض وكأنك لا ترى الدخان، لا، أنت الآن صاحب قرار بما في جيبك بما تملك من المال، فلو أنك حينما أخذت ما تريد أن تشتريه ورأيت الدخان أو رأيت المجلة الخليعة قلت له يا أخي اتق الله ولا تبع هذه الأشياء فهي محرمة وبينت له ذلك، قد يقول لك صاحب ذلك المكان إني لم آتي بهذا إلا تكميل كما هي الدسيسة التي يتذرع بها كثير منهم. قل له أيضا إذا أنت تراعي من يريد أن يشتريها وهو ربما لا يشتري سواها، وأنا أشتري أشياء مباحة وبمبالغ كثيرة أيضا، إذا أنا مقتضى ولا يريدني أن أترك الشراء منك أنت، وأنا واثق أنه لو أتى إليه عشرة بهذه الطريقة أنه سيترك ذلك. نعلم أن فيه جهود لبعض الإخوة وفقهم الله في بعض المدن هنا في القصيم لمكافحة التدخين، حتى إنهم يأتون لصاحب البقالة ويحذروه من ذلك ويخوفوا بالله، فربما ترك قد تجد مدينة من المدن لا يوجد فيها دخان، مصيبة أن يكون صاحب الدخان إذا أراد أن يشتري يأتي لمدينة أخرى. إذا لو أن جهودنا تضافرت وأصبحنا نملك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو ندعو بما نملك في جيوبنا فقط، ما أحد يرغمك أنك تشتري من ذلك المكان، فأره غيرتك وليره الآخر والثالث والرابع، وأنا واثق تمام الثقة أنه سيراجع حساباته لأن الهدف الربح المادي. كذا الحال بالنسبة للشركات التي تعلن عن الدخان أو غيره. هذا يقول أنا مجرد شاب عادي لا أملك حولا ولا قوة، فهل ترى أني أخاطب بهذا الكلام؟ نعم. الآن ما الذي جعلك تقول أنا شاب عادي؟ طيب، كأنك تريد أن تجعل لنفسك شيء من المبررات. أنت تستطيع أن تستقيم في نفسك، وما أظنك إن شاء الله إلا مستقيم، لكن لك أنت صاحب قرار في البيت وصاحب دعوة، ولا يشترط في الإنسان أن يقول خلاص أنا ما أستطيع أتكلم خطيب ولا محاضر، ولست بصاحب قلم سيال أكتب عبر الصحف والجرائد أو أكتب رسائل ذاتية، ما أستطيع. يا أخي الآن الحمد لله من نعمة الله عليك أنه استحدثت وسائل تخدمك، حتى ولو أنت عامي ما تجيد القراءة ولا الكتابة، عبر الرسالة الكتيب الآن الحمد لله انتشر، عبر الشريط الإسلامي النافع أيضا تستطيع أن تدعو، أن تقوم على أهلك وأقربائك، فأنت تستطيع وتملك أشياء كثيرة، فأر الله من نفسك خيرا ودع عنك العلل. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تعلم أن الامتحانات قد أقبلت وأنا أرى الإعلانات عن المباريات بكثرة، ما رأيك في ذلك؟ أقول إن كانت هذه الإعلانات أو المباريات
الأوساط فيها من الطلاب فتلك مصيبة عظيمة. لما؟ لأنهم لم يعبأوا بذلك ولم يلقوه أي اهتمام. وإن كانت من غير الطلاب فإني أحذر الطلاب من أن يقتربوا منها ولو ليتفرجوا، ولنوجه دعوة إلى أولئك لعلهم يثوبون إلى رشدهم. مسألة أخرى بالنسبة للامتحانات قد قربت، لعل التذكير أيضا يكون. معاشر الإخوة، الآن كل طالب من الطلاب وأهله يعيشون هم لأن الامتحان أقبل، والولد الآن ما تمكن من المذاكرة أو البنت ما تمكنت من المذاكرة، ويبيت قلق، وما أن يأتي الولد أو البنت من المدرسة كيف الحال وكيف أمور الامتحان، فإذا أجاب أو ذكر الإجابة كان الأب مسرور. أنا لا أعيب عليه هذا، بل أقول جزاك الله خير وزادك الله حرصا. لكن أخي أذكرك أيضا بامتحان آخر، أذكرك بامتحان الآخرة، والأسئلة مكتوبة أمامك الآن. يسأل الإنسان في قبره عن ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. ويسأل لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. فحفظك الله وأبقاك، عليك أن تعلم أولادك الإجابة العملية لهذه الأسئلة، وأن تحرص عليهم أشد الحرص من أن يخفقوا في هذا الامتحان، الامتحان الذي هو أعظم من امتحانات الدنيا. كما أنك تسعى إذا أصاب ولدك الصغير أن تعمل له ما تستطيع من أجل أن تخلصه من أثارها، فاعلم أن نار جهنم أشد حرا من ذلك، فعليك أن تعمل لما يقيه منها. نسأل الله أن يعيذنا من النار. هذا يقول: ونحن نجتمع هنا وقد تدثر كل منا بما يعجز أحيانا عن حمله وسط هذه الأجواء الباردة، هل من تذكير للحضور في تذكر نعمة الله عليهم وحثهم على التبرع لإخواننا المسلمين في شتى أقطار الأرض؟ أقول للأخ جزاك الله خيرا. معاشر الإخوة، الله سبحانه وتعالى أشاد بذوي الألباب وهم ذوي العقول، فأقول يا ذوي العقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. نار يأكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد هو من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من فيحها. ولذلك ورد في الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن معاشر الإخوة، علينا أن نتذكر أن هذا البرد مهما اشتد أنه نفس من أنفاس جهنم، وإذا نسأل الله أن يعيذنا منها، وإذا حاولنا بقدر المستطاع أن نتقي هذا البرد فعلينا أن نتذكر الأصل وهو النار، ونعلم أنها لا تتقى إلا بالعمل الصالح. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا، ونحن نحس بلسع البرد والمسلمون كالجسد الواحد، علينا أن نتذكر من يلسعه البرد ولا يستطيع أن يجد هذا اللحاف الذي تعطيه لولدك، وهو بحاجة إلى ما يتدثر به أعداد غفيرة تموت من شدة البرد. إذن علينا أن لا ننسى ذلك الفقير وتلك الأرملة وهذا اليتيم وذاك المشرد، علينا أن لا ننسى هؤلاء بأن نجود على هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ما يبذلون. هذا يقول أحد الأخوة جزاه الله خير، يقول بعد عنوان المحاضرة: هل هو جائز لأن صاحب الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو توضيح ذلك. أقول للأخ جزاك الله خيرا: أما علمت أن قائد هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ والله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة من أجل أن يعودوا بالأمة إلى صفائها، فهذا لا شيء فيه وجزاك الله خيرا. هذا أحد الإخوة أحضر إلي ورقة بشارة، لكن أرجو أن يقابلني لأني لم أتأكد منها تماما، فإعلانها قبل التأكد منها لا شك أنه يعتبر تسرع.
يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد يقول قائل أن الله قد تكفل بنصر هذا الدين وحفظه سواء بنا أو بقوم آخرين، فلا داعي للندم والتأسف والحسرة لحال أو لهذه الحال، بل أن ننتظر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في حديث إن في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود. أقول يا أخي احذر من هذا الذي ذكرت. نعم، الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر دينه، لكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، لما تخليت أن يكون نصر هذا الدين على يديك وأمثالك؟ أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن كأنك تريد أن تبرر لنفسك السكوت بأن الله سينصر دينه. نحن المحتاجون إلى نصر الله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، لكنه قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد من حملة صادقين حتى ينصر الله هذا الدين، فلما تتأخر عن أن تكون في ركب المنصورين؟ هذا يقول: عندي سؤال، وهو أن بعض الأشخاص يقولون عند ضرب الأمثلة عليهم من قوة إيمان الصحابة وشجاعتهم في القتال إن هذا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يرجع هذا الزمن، ويقوم بتقليل أو بالتقليل من معنوياتنا وحماسنا، فما رأيك في هذا؟ أقول إن قائل هذا الكلام صحيح أن هذا زمن الصحابة ولن يرجع ذلك الزمن، لكن قال صلى الله، قال المالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن عليك أن تتأسى بهؤلاء القوم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والعجب من حال بعض الناس لا يريد أن يتشبه ولا يريد غيره أن يتشبه، لا يريد أن يقتدي ويمتثل ولا يريد من غيره كذلك، فكفى بالذي ذكر لك ذلك، كفى به تخذيلا، وعليه أن يكف عن هذا إن لم يكن مقتديا هو. هذا يقول: ما هي آخر أخبار إخواني المسلمين في الصومال؟ أما أخبار المسلمين في الصومال فالمسلمون هناك لم يجد جديد في وضعهم، المجاعة ضاربة أطنابها، ويؤسفني أن أقول أن هيئات الإغاثة النصرانية ضاربة أطنابها أيضا، تطعم رغيف خبز وقد تمسخ الدين وتنصر الإنسان. ولذلك الشعب الصومالي ما كان فيه يوجد نصارى أبدا، حتى قال أحدهم: إنا لا نطيق أن نسمع بنصراني يسير على أرض البلاد، وإذا بنا يقول: نأتي بأولادنا الصغار إلى هيئات الإغاثة النصرانية ونسلمهم هؤلاء وفلذات الأكباد من أجل أن يبقوا أحياء. إذن بالنسبة للمجاعة حالها كما كانت، والعداء العداء والتناحر بين القبائل التي أججه الأعداء أيضا لا يزال على حاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم، فهم لا يزالون بحاجة إلى دعوات إخوانهم وإلى دعمهم بكل ما يستطيعون، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. هذا يقول: بما أنه يوجد حضور طيب من النساء، فبماذا تنصحهن تجاه الأمة في مثل هذا الوقت الذي يحارب فيه الإسلام؟ أقول أيضا إن مهمة المرأة مهمة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأنا أسأل المرأة المسلمة، أقول: أنت مسؤولة عن هذه الرعية، وبالذات هؤلاء الناشئة
أنت مسؤولة عنهم أكثر وأكثر لطول البقاء معهم، فإياك أن تهملي تربيتهم فينشؤون لا أدب عندهم تشقى بهم البلاد والعباد، وإياك أن تكلي تربيتهم إلى إحدى الخادمات الكافرات حتى لا تسلب منهم دينهم، فيتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لابد أن تقومي بهذه الأمانة. وقديما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إراق. إذن المرأة المسلمة لها رسالة في بيتها، ولها رسالة في حيها أيضا، ولها رسالة في مجتمعها النساء إذا كانت تعمل في مجال النساء لها رسالة أيضا. وينبغي أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قيل قديما أن خلف كل عظيم امرأة، فإن كان يراد بذلك أن أولئك العظماء الذين غيروا مجرى التاريخ أن أمهاتهم من النساء فهذا حق. ولذلك أسمى أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما أن الحجاج قتل ولدها أرسل إليها وقال: لتأتين إلي. قالت: لا أتي إلي. قال: لتأتين إلي أو لأرسلن إليها من يسحبها بقرونها. قالت: ليفعل. فأتى إليها الحجاج بنفسه، قال: هل سرك ما فعلنا بعدو الله؟ يقصد ولدها. قالت: لئن كنت أفسدت عليه دنياه لقد أفسد عليك آخرتك. انتهى الكلام، خطاب بليغ جدا: لئن كنت أفسدت عليه دنياه لقد أفسد عليك آخرتك. إذن المرأة المسلمة لها رسالة تبتدئ من بيتها وأولادها فقرابتها فجوارها فعملها، عليها أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأحذرها أن ينشأ ولدها يتيما وهي لا تزال على قيد الحياة، لأن الشاعر يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه وحيدا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فإذا تخلت الأم وانشغل الأب كان الولد أصبح كأنه يتيم. وهذا أحد الإخوة أيضا يسأل يقول: ما هي آخر أخبار البوسنة والهرسك؟ أيضا أخبارهم يذكر في الأخبار الأخيرة أن فيها انتصارات، وإن كان العدو قد كثر جمعه واشتد شراسه، والبرد هناك أيضا من الشدة بمكانة عجيبة جدا، لكن على أي حال هم بحاجة إلى أن تدعو لهم وأن تقف معهم بالمال أيضا والمساعدة. فلقد هجم الصرب على قرية بأكملها وأخرجوا أهلها منها فيما سبق من الأيام حتى أصبحوا كأنه مشهد من مشاهد القيامة. أصبحت المرأة هربت وتركت مولودها، وهناك من أسقطت حملها، والصغير والكبير في حالة يرثى لها، وعلى مسافة 25 كيلومتر يسيرون على الأقدام. أين حقوق الإنسان؟ أين الإنسانية التي يدعيها أولئك الكفار؟ لما يقام حد من الحدود في هذه البلاد نجد أن لجنة حقوق الإنسان تزمجر وتقول: هذا ينافي حقوق الإنسان. ولما أن تباد أمة من أمم المسلمين لكن المبيد لها من هؤلاء الكفار نجد أنهم لا يحركون ساكنا. إذن القاعدة الموجودة الآن ما هنا قاعدة سوى قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. والله لو كان كافر اعتدي عليه لرأيت أنهم يملؤون الدنيا صراخا، لكن لما أن يكون القتيل مسلم ويجرب السلاح الجديد وتسلب ديار المسلمين وينصرون، هذه مكاسب عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته.
هذا يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وحديث: مصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ حفظك الله، الجمع بينهما سهل ميسور. هذه الأمة نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكنها تعاقب بتخليها عن كثير من أمور دينها بأن تنزع المهابة من صدور العدو منها، والواقع شاهد بذلك. وإلا فهذه الأمة على القول الراجح أنها أيضا نصرت بالرعب، لكن هذا الحديث دليل على أن النصرة بالرعب للأمة كلها، لكنها تعاقب بنزع هذا الرعب لما أن يدب الوهن إلى قلوبها. هذا عتب أو عتب من أحد الإخوة يعتب علي، لكن أقرأ هذا العتب. يقول: نسأل الله أن يسددكم ويوفقكم فيما تقومون به من جهود، إلا أن لمحبكم في الله عليكم عتب، وهو يتمثل في قلة حضوركم الدعوي عبر المشاركات في إقامة المحاضرات، فهل نسمع منكم بشرى نحتفل بها وهي تخصيص درس عام أو محاضرة؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك، ومتى ما تيسرت الأمور فسيكون ذلك على التقصير الحاصل، والله المستعان. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. هذا يقول: ما الضابط الأساسي للمسلم حتى يكون ممن يضحي في سبيل الله ويرفع بأمته إلى ما فيه عزها ونصرها؟ من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ إذا كنت كما كان، وأنصحك هنا في هذه المناسبة أن تقرأ مقومات الشخصية الإسلامية، مقومات شخصية المسلم، فقد ذكر مقومات عجيبة جدا توفرت في حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أولها صبغ الحياة بصبغة إلهية، يعني جميع العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك كلها تنبع أو تنطلق من منطلق إسلامي. الأمر الثاني توحيد مصدر الهداية والتلقي في كون المصدرين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث البصيرة في دين الله، والبصيرة لا تتكون إلا بالعلم الشرعي. الرابع العزة. الخامس الثبات على دين الله. السادس الدعوة إلى ما أنت عليه. إذا توفرت هذه المقومات فأبشر بالخير، وأظن هذه المقومات إن شاء الله تكون بالاكتساب، لكن لا بد للمسلم أن يحاول مرة وأخرى. هذا يقول: إن المسلمين اليوم بحاجة إلى إصلاح أنفسهم وبيوتهم قبل إصلاح غيرهم، فقد انتشرت عند بعضهم المعاصي الظاهرة والباطنة، فما نصيحتك لهؤلاء؟ أقول كما قال أحد السلف: أتى إليه رجل فقال: إني كثير المعصية، فما العمل؟ قال: إني ذاكر لك أمور، فإن استطعتها فلا يضرك ما تعمل من المعصية. قال: وما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فكن في مكان بحيث لا يراك الله. قال: لا أستطيع. قال: إذا تعصي الله وهو يراك؟ قال: هذه واحدة، فهات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل نعم الله. قال: ومن أين آكل وهو ناظر إليك وتأكل من نعمه؟ قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تمشي في أرض الله. قال: وأين أسير والأرض كلها لله، لكن لله علي ألا أقارف المعصية. فإذا تذكر صاحب البيت أن هذا المال الذي منه كونت بينا يسترك، هذه نعمة من الله تعالى يستحق شكرها بأن تستخدم في طاعة الله، وهذا المال الذي معك شكره ألا تشتري به ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن حال بعض الناس، يقول الأولاد، يأتي الشيطان في معادلة عجيبة جدا، يقول: الآن إذا لم تضع عند الأولاد ما يقضون به أوقات فراغهم، جهاز تلفاز أو فيديو، فإنهم يخرجون. هذه مسألة. طيب، من الذي جعلها؟ إما هذا وإلا هذا. لما لا تحاول أن تستغل أوقاتهم أنت فيما كان نافعا ومفيدا؟
فأقول معاشر الإخوة، ينبغي للمسلم أن يطهر بيته من هذه المعاصي الظاهرة، ويتعاهد نفسه ومن تحت يده. من المستفيد؟ المستفيد هو بالدرجة الأولى. كم من إنسان زلت به القدم فندم حيث لا ينفع الندم. والله الذي لا إله غيره، أنه اتصل علي يوم من الأيام أحد الأشخاص وقال: لدي 4 أجهزة تلفاز من الحجم الكبير بمبلغ كبير جدا، وأريد أن أتخلص منها. فقلت له: ما السر في ذلك؟ أريد أن أرى. قال: والله شفقة على أبي، لأن أبي هو الذي اشتراها لنا بمحض إرادته وبماله، والله شفقة عليه وبغية تخليصه. متى يتيسر لإنسان مثل هذا الولد؟ فقد يتمتع بهذا الشيء وذاك المسكين مرتهن في قبره. فينبغي للمسلم أن يحاول إصلاح هذا البيت بأن يبقى مكانا للطاعة ولا مكان للمعصية فيه. ويوم أن تصلح البيوت فإن المجتمع يتكون من عدد من البيوت. هذا يقول: نريد أخبار الإخوة في أفغانستان. خرجت أخبار غير مفرحة من وسائل الإعلام، والمراد أن نعرف حقيقة الوضع. أما حقيقة الوضع والله أعلم، لأن الأحداث خصوصا في أفغانستان تتأثر بالدقيقة قبل الساعة. فلا زالت الحكومة الائتلافية الموجودة رباني على رأسها، لكن بوجود الميليشيات وبوجود الشيعة، وأخبارهم هذه الأيام تقول أن عبد رب الرسول سياف أنه أيضا دخل إلى داخل كابل، وما بقي إلا الحزب الإسلامي الذي يقوده حكمة يار بقي محكما الحصار على كابل، حتى قال أحدهم أن لو أردنا أن نمنع المؤن عنها لاستطعنا، لأن قد أحكمنا القبضة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمعها على الحق، وأن يهيئ لهم إقامة دولة إسلامية تحكم بكتاب الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر المسلمين. هذا يقول: ما حكم شراء الجرائد والمجلات وخاصة جريدة الشرق الأوسط؟ أقول: هناك فتوى لفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله بحرمة بيعها وشرائها لسوء منهجها وما فيها. هذا يقول: ما رأيك لو يوضع دعاية بين الناس في المحلات التجارية الملتزمة، فيذكر أصحاب التموينات الملتزمين، وأصحاب محلات الحلاقة الملتزمة، وأصحاب الأزياء والأدوات النسائية وهكذا؟ أقول: الحقيقة ينبغي لنا ألا نفعل ذلك علنا حتى لا يزداد أولئك عنادا، فبغيتنا هو هداية هؤلاء وردهم إلى الطريق الصحيح. لكن أيضا لا ننسى هؤلاء بأن لهم فضل علينا. أنا بما أني أعرف شيئا من ذلك، أنا أذهب إليه بمقتضى ولائي لدين، وأقول لك أيضا أن ذلك المكان، لكن ما يعني هذا أنك تهجر أولئك وما لديهم. لا، أدخل على هؤلاء وكلمهم بلين ولطف، وادعهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم، ربما اهتدى واحد من هؤلاء وهكذا. وإنما السيل اجتماع النقط. هذا يقول: إنك إذا قلت لأحد من المزارعين والمتاجرين وغير ذلك من الأعمال، إذا قلت له: لماذا جئت بهؤلاء الكفار؟ يبدي لك الحجج ويقول لك إنهم ذو أمانة، و يحتج أن المسلم ليس عنده أمانة. تلك فرية يجب على من يقولها أن يتوب منه. من الذي جرد المسلمين من الأمانة ووضعها في هؤلاء؟ والله لا نأتمرهم وقد خونهم الله. فلا شك أن هذا إنسان يريد أن يبرر هذا الواقع. مسألة أخرى: عجب الأمر، نحكم على كل المسلمين من أجل تصرفات شخص خان في هذه الأمانة أو حصلت منه مخالفة؟ لا، لأن وجدت مخالفة من شخص أو خيانة للأمانة، فإن في المسلمين أعداد غفيرة كلهم أمناء،
والأمانة في هذه الأمة وفي المسلمين. وإن أخذ أولئك بعض الناس يعجب أن يجد أحد هؤلاء الكفار مبلغ زهيد جدا بمثابة 5 قروش ويأتي به إلي يقول تفضل هذا وجدته في الطريق، فيعتبر هذا منتهى الأمان. يا أخي هو ما يستفيد من هذا، هو يريد أن يأخذ جرعة كبيرة جدا من أجل أن يستفيد منها هو ومن وراءه. ولذلك إن كنت تزعم أنه حق أمين فاجعل معه مفاتيح الخزنة أو اجعله يبيع ويشتري وأغفل عنه أيام، ترى ماذا يحصل من العجب. لكنه تبرير الواقع. وهناك كلمة يرددها بعض كفلاء العمال، وأقول إنها كلمة خطيرة خطيرة جدا، حتى إن بعضهم لما قيل له هذا كافر قال هذه تعتبر ميزة، والله إنها مصيبة وكارثة وكلمة خطيرة جدا يجب على صاحبها أن يتوب. ميزة أن يكون كافر، لما؟ لأنه في آخر رمضان ما يقول سأعتمر ولا يقول أؤدي الصلاة ولا أحج. هل تحول مجتمع المسلمين إلى مجتمع مادي بحت كالمجتمع الغربي؟ أعوذ بالله أن يكون كذلك. وإن وجد هذا فإنه نزر يسير، لكن قد يعاقب هذا وأمثاله بكساد في تجارته أو ماله أو نقص يحصل عليه من جراء ذلك. فهذه من حصائد اللسان. أسأل الله سبحانه